بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم على قناه صحبه الكروشيه، معاكم سلوى الفحام. بيسعدني وشرفني دايما متابعتكم ليا على القناه، وبتمنى من ربنا التوفيق في كل شيء بقدمه لكم باذن الله. تقدري طبعا تشتركي في القناه وده شيء يسعدني جدا، بانك تدوسي على كلمه سبسكرايب او اشتراك اللي موجوده باللون الاحمر تحت الفيديو. كمان هيظهر عندك علامه للجرس، اضغطي عليها عشان دايما يوصلك اشعار بكل فيديو جديد انا بعمله على القناه. النهارده ان شاء الله زي ما احنا شايفين كده هننفذ مع بعض السكارف دي. هي سكارف بسيطه وسهله وجميله جدا جدا، تمشي رجالي وتمشي حريمي حسب اللون اللي انت هتختاريه. انا في الفيديو النهارده هشتغل بخيط، ده خيط اسمه خيط لندن، والحقيقه ده السمك بتاعه يعني نوعا ما يعتبر رفيع بالشكل ده كده. عشان كده انا هشتغل على فتلتين، لان الغرزه دي الحقيقه يستحسن فيها يكون الخيط نوعا ما سميك عشان شكلها يبقى جميل يعني. فانا هشتغل على فتلتين بالشكل ده كده، وهشتغل مع الخيط ابره رقم 5.5. طبعا انت ممكن تشتغلي باي خيط انت حباه، لو سميك خلاص هيبقى على فتله واحده وهيبقى زي الفل ان شاء الله. بالنسبه لابعاد السكارف هنا انا اشتغلتها حوالي طولها 1.5 متر بدون الشراشيب، والعرض هنا بتاعها حوالي يعني حوالي 15.5 16 سنتي. عايزاها اقعد من كده مفيش مشكله، عايزاها كنزه شويه مفيش مشكله، بس انا شايفه العرض ده مناسب جدا يعني، خاصه الغرزه زي ما قلت لك الخيط سميك فالعرض ده مناسب للسكارف يعني. طيب نبدا كده ان شاء الله ونشوف هننفذ السكارف ازاي. واحب اقول لك بس ان عدد السلاسل اللي المفروض تبداي بيها المفروض ان هو بيكون عدد فردي، فانت هتعملي عدد سلاسل وتقيسيها كده بالمزوره لغايه طول العرض اللي انت محتاجاه، وتبداي شغل معايا لغايه بقى الطول اللي انت محتاجاه برضه. واتمنى من ربنا الفيديو يفيدكم والسكارف كمان تكون عجبتكم ان شاء الله. نبدا كده ونشوف هنشتغل ازاي. بسم الله. هنبدا الاول ونعمل عقده بدايه. عشان نبدا السكارف ده محتاجه عدد من السلاسل بدايه يكون عدد فردي، اي عدد فردي تمام. فانا هنا هبدا ب 19 سلسله، هبدا ب 19 سلسله. وعايزه اقول لك وانت بتعملي سلاسل البدايه خلي ايدك واسعه، او ممكن تستخدمي ابره او اكبر من دي شويه. يعني شايفه ازاي السلسله انا بعملها بشكل واسع كده، 1 2 3 4 5، شايفه ازاي؟ يبقى يا اما تعمليها واسع كده يا اما تستخدمي ابره اكبر من ايه، من الابره دي برقم او رقمين تمام. هكمل 19 سلسله. ال19 سلسله اللي انا بدات بيهم دول هيدوني عرض السكارف اللي احنا اشتغلناه دوت حوالي 15 سنتي او 16 سنتي، يعني 15.5 16 تمام. عايزاه اقعد من كده هتزودي عدد السلاسل، بس يعني خلي بالك ان يكون العدد دايما فردي، عدد فردي تمام. طيب انا بعد ما اشتغلت ال19 سلسله اهو هبتدي اعد 1 1 2 3، وهشتغل في السلسله رقم 4، هشتغل عمود بلفه تمام. فبلف الخيط على الابره كده وهشتغل هنا كده عمود بلفه، بس مش بشتغل عادي بقى كده، لا انا بلف السلاسل بتاعتي وبشتغل في الحلقه الثالثه اللي في الخلف ديت تمام. هاجي هنا كده واشتغل العمود ده، يعتبر العمود رقم كام؟ ده يعتبر العمود رقم 2، عشان الثلاث سلاسل الاولانيه دي انا بعتبرها عمود. فكده العمود الاول، كده العمود الثاني، نكمل بلف الخيط على الابره هنا السلاسل اهي تمام. انا بلفها كده وبشتغل في الحلقه الثالثه اللي هي في الخلف دي كده، العمود رقم 3، العمود رقم 4 هنا، العمود رقم 5، شايف ازاي بالشكل ده كده. اكمل في كل سلسله بشتغل عمود، ولاحظي ان احنا بنشتغل ازاي، السلاسل اهي بقلبها كده اهوت وبشتغل في اللفه الثالثه اللي هي من الخلف ديت تمام. كده بقى عندي 17 عمود بلفه، وشايفه لما اشتغلنا بالطريقه دي البدايه عامله ازاي، وهتلاقيها مرنه جدا مش شاده خالص، لان دايما يعني دايما بتجيلي اسئله ان دايما السكارف بيبقى شادد من البدايه، فلو اشتغلتي بالطريقه ديت كده شايفه مرن جدا جدا ومش شادد ولا حاجه، وهيبقى شكله ظريف جدا البدايه زي نهايه السكارف ان شاء الله. فكده اشتغلنا 16 عمود، والثلاث سلاسل الاولانيه دي بعتبرها عمود، بقى عندي 17 عمود بلف تمام. طيب السطر الثاني هنشتغله ازاي؟ هرتفع سلسله والف الشغل بتاعي، وابدا من نفس العمود اللي انا ارتفعت منه ده اللي هو ده، وابدا اعمل غرز حشو
بلف بسحب الخيط كده، يبقى عندي لفتين على الإبرة، ألف الخيط وأطلعه من اللفتين، وفوق كل عمود هشتغل غرزة حشو، كل عمود هشتغل فوقيه غرزة حشو، شايفة ازاي؟ وخلي ايدك مريحة، لان طبعا الخيط هنا يعتبر سميك، فعشان السكارف يكون ظريف يعني ما يبقاش كده شكله مش حلو، فخلي ايدك مريحة خالص وانت بتشتغلي. فوق كل عمود هشتغل غرزة حشو بالشكل ده، تمام. اكمل، هنكمل السطر ده سوا. هنا اخر عمود اهو معايا، بشتغل فوقيه غرزة حشو، وهنا 3 سلاسل اللي بعتبرها عمود هعمل غرزة حشو في السلسلة رقم 3 بالشكل ده. يبقى احنا كده اشتغلنا غرز حشو فوق كل عمود، تمام، وتأكدي ان هما 17 غرزة حشو. السطر رقم 3 هبتدي ارتفع 2 سلسلة، 1 2 2 سلسلة بس مش 3، عشان دايما الاحرف بتاعة السكارف تبقى ايه، متساوية وجميلة. الف الشغل بتاعي كده، اول غرزة دي مش هشتغل فيها حاجة، خلاص احنا ارتفعنا 2 سلسلة. الغرزة اللي بعدها دي هشتغل، المفروض اشتغل عمود امامي، بس مش هشتغله بقى، هشتغله في العمود اللي هو في السطر الاول ده، شايفة ازاي؟ هنا يبقى الغرزة دي العمود اللي قبلها على طول اهو، اللي في السطر اللي قبليها اللي هو السطر الاول، هشتغل هنا عمود امامي. بلف الخيط على الابره كده، واجي هنا اخلي العمود ده كده قدام الابره، اسحب الخيط وارتفع بيه كده عشان يتساوى مع السطر اللي انا شغاله فيه، الف الخيط واطلعه من لفتين، الف الخيط واطلعه من لفتين، ده كده عمود امامي. يبقى العمود الامامي ده مكانه هنا اهو، يعني احنا الغرزه دي خلاص مش هشتغل فيها حاجه، اللي هي رقم 2 دي. الدور دلوقتي على الغرزه رقم 3 دي، هشتغل فيها ايه؟ هشتغل عمود بلفه بالشكل ده كده، تمام. طيب الدور دلوقتي على انهي غرزه؟ الغرزه اهي الثالثه اهي، او كده رابعه، 1 2 3، دي الغرزه رقم 4. هشتغل عمود امامي في العمود اللي هو قبلها في السطر الاول ده على طول، اللي تحتها هنا على طول. فبلف الخيط على الابره كده واخلي العمود قدام الابره، اسحب الخيط ارتفع بيه كده اهو، اسويه كده اهو، الف الخيط واطلعه من لفتين، الف الخيط واطلعه من لفتين، شايفه ازاي؟ العمود دوت مكانه هنا اهو، الغرزه دي يبقى مش هشتغل فيها حاجه، بشتغل في الغرزه اللي بعدها اهي، بلف الخيط على الابره واشتغل عمود بلف عادي، اشتغل عمود بلف عادي خالص اهو، شايفه ازاي؟ نكرر تاني مع بعض. الغرزه اللي جايه المفروض هشتغل عمود امامي هنا اهو في العمود اللي هو في السطر الاول، خلي بالك دايما هيبقى عمود امامي، شايفه، والعمود ده هتسيبيه، عمود امامي والعمود ده هيتساب، يبقى العمود الامامي اللي جاي فين؟ هنا اهو اهو. اهم حاجه ترتفعي بالخيط كده عشان ما يبقاش شغلك شادد، تلف الخيط وطلعيه من لفتين، الف الخيط وطلعه من لفتين. الغرزه دي خلاص اهي مش هشتغل فيها حاجه. الدور دلوقتي على الغرزه اللي بعدها دي، بشتغل عمود بلف، وهكذا السطر كله بالشكل ده. اشتغل معاكي تاني، هنا بسيب العمود ده، العمود اللي بعديه هشتغل عمود امامي بالشكل ده، وبعدين بسيب الغرزه دي، الغرزه اللي بعدها على طول بشتغل عمود بلف، وهكذا هكرر كده لنهايه السطر. هسيب العمود ده، العمود اللي بعديه هعمل عمود امامي وارتفع بيه كده اهو عشان يبقى متظبط، تمام. وبعدين هسيب بقى الغرزه دي خلاص، اللي بعدها هيبقى عمود بلف تاني، هسيب العمود ده والعمود اللي بعديه عمود امامي، برتفع كده بالخيط، هسيب الغرزه دي، الغرزه اللي بعدها عمود بلف، وهكذا هقرر نهايه السطر. شايفه ازاي؟ بحاول اشتغل قدامك عشان ان شاء الله يبقى الموضوع بسيط اهو. هسيب الغرزه دي، الغرزه اللي بعدها عمود بلفه تاني، هسيب العمود ده والعمود الايه اللي بعديه بشتغل عمود امامي، وهي السطر بتاعي خلاص، الغرزه دي مش هشتغل فيها حاجه، فاضل لي اخر غرزه اهي، هشتغل عمود بلفه فوق اخر غرزه حشو، شايفه ازاي؟ وكده خلص معايا السطر رقم 3، شايفه شكله جميل ازاي؟ ومش شادد ولا حاجه وظريف، طالما بتريحي ايدك وانت بتشتغلي، تمام. طيب كده خلصنا السطر رقم 3. السطر رقم 4 هيبقى غرز حشو، يعني كل شغلنا على ظهر، على الظهر هنا هيبقى دايما غرز حشو، او بمعنى اصح السطور دايما الزوجيه هتبقى غرز حشو. فبرتفع سلسله والف الشغل بتاعي وابدا كده من اول غرزه اهي،
اعمل غرز حشو فوق كل غرزة غرزة حشو، شايفة ازاي؟ اهو لغاية نهاية السطر اكمل. خلي بالك هنا عايزة اشتغل معاكي السطر دوت في اخره، يعني خلي بالك هيبقى عندي هنا اخر غرزة اهي بشتغلها، وطبعا في غرزة اخيرة هنا عندي 2 سلسلة لازم اعمل غرزة حشو فوق السلسلة التانية، اوعي تنسيها عشان لو نسيتيها طبعا العدد مش هيبقى مظبوط معاكي، ممكن بس تلاقيها ضيقة شوية كده كده اهو، اهي غرزة حشو شايفة ازاي، عشان دايما الجوانب تكون متظبطة والعدد معاكي يكون مظبوط. ادي اخر عمود اهو، ودول الـ2 سلسلة بشتغل فوق السلسلة التانية منهم غرزة حشو، شايفة ازاي؟ طيب السطر رقم 5 برتفع 2 سلسلة، واحد دايما ارتفاعي بيبقى 2 سلسلة بس، والف الشغل بتاعي هشتغل بنفس الطريقة بس هعكس بقى. يعني ايه؟ دلوقتي انا الغرزة الاولى اهي ارتفعت 2 سلسلة فوقيها بس كده، مش هشتغل فيها حاجة. الغرزة اللي بعدها هشتغل عمود بلفة، هشتغل عمود بلفة هعكس، بدل ما كنت شغالة في السطر ده العمود الأمامي الأول، لأ هنا هشتغل العمود بلفة الأول وبعدين هشتغل عمود أمامي. فين؟ أهو العمود ده شايفة إزاي؟ أهو اللي بين العمودين الأماميين دول، هنا هخلي العمود ده قدام الإبرة كده وارتفع بالخيط كده واشتغل عمود أمامي. العمود الأمامي دوت مكان الغرزة ديت، يبقى الغرزة اللي بعدها هشتغل إيه؟ هشتغل عمود بلفة. وبعدين هنا عندي عمود امامي وعمود امامي، والعمود اللي في المنتصف اهو ده بشتغل فوقيه عمود امامي، شايفه ازاي؟ بخلي العمود دايما قدام الابره كده، اسحب الخيط وارتفع بيه، الف الخيط واطلعه من لفتين، الف الخيط واطلعه من لفتين. الغرزه دي خلاص مش هشتغل فيها حاجه لان دي مكان العمود الامامي ده، يبقى هنا الغرزه اللي بعدها بشتغل عمود بلف، وهكذا شايفه ازاي؟ اهو نكمل كده مع بعض شغل. هنا اشتغلنا عمود بلفة، يبقى الدور الجاي عمود أمامي. هنا كده أخلي العمود ده قدام الإبرة كده، هسحب الخيط هرتفع بيه كويس كده وأعمل عمود أمامي، هنا عمود بلف، هنا عمود أمامي، هنا عمود بلف، هنا عمود امامي. خلي بالك خلي بالك ان في غرزة اهي مش هشتغل فيها حاجة، خلي بالك، فبالتالي بشتغل في الغرزة اللي بعدها عشان العدد معاكي يبقى مظبوط. هنا عمود امامي، هنا عمود بلفة، الغرزة اللي بعدها هنا عمود امامي، هنا عمود بلفة، والسطر هينتهي معايا بعمود بلفة فوق اخر غرزة حشو معايا. خلي بالك تنسيش الغرز دي عشان دايما الشغل معاك يكون مظبوط، شايفة ازاي؟ تمام، احنا بدأنا هنا ان هنا عمود بلفة وعمود بلفة فوق اخر غرزة حشو، وفي البداية هنا كنا مرتفعين 2 سلسلة كأنها عمود وبعدها عمود بلفة برضه، فالبداية دايما بتبقى زي النهاية بالظبط، شايفة ازاي؟ طيب السطر الجاي زي ما اتفقت معاكم دايما اي شغل اي سطر بشتغله على ظهر الشغل بيبقى ايه؟ غرز حشو، يعني دايما سطر غرز حشو والسطر اللي بعديه عمود امامي عمود بلفه. تمام، فهنا برتفع سلسله بلف الشغل بتاعي وابدا اعمل من اول غرزه ارتفعت من خلالها اهو اعمل غرز حشو، فوق كل عمود هشتغل غرزه حشو. انا حابه برضو اكمل السطر ده معاكي عشان ما ننساش، هنا غرزه حشو واخر عمود اهو غرزة حشو، مش واخر غرزة حشو بشتغلها فين؟ بشتغلها في السلسلة التانية من 2 سلسلة اللي انا برتفع بيهم في اول السطر، زي ما قلت لك السلسلة بس ممكن تكون ضيقة شوية، ممكن تستخدمي ابرة ارفع شوية وانت بتشتغليها، غرزة حشو بالشكل ده. تمام، طيب السطر اللي بعديها هرتفع 2 سلسلة، 1 2 هلف الشغل بتاعي. تمام، طيب احنا قلنا ان احنا بنشتغل بالتبادل، يعني السطر هنا سطر العواميد هنا ابتديت بعمود امامي، تمام، سطر العواميد اللي بعديه ابتديت بعمود بلفه، يبقى دلوقتي هنبدا بعمود امامي، هنشتغل بالتبادل. اول غرزه دي ما بشتغلش فيها حاجه، ارتفعت 2 سلسله، تمام، فالغرزه اللي بعدها اهي هنزل على العمود اللي قبليها اللي في السطر اللي قبليها اهو، ان شاء الله الشرح يكون واضح اهو، وهشتغل عمود امامي وارتفع بالخيط، اهم حاجه كده عشان
الشغل بتاعي يكون مظبوط. العمود الامامي ده الغرزه اللي وراه اهي، مش هشتغل فيها حاجه، بشتغل في الغرزه اللي بعديها على طول عمود بلف، واقرر بقى تاني هنا اهو العمود بلفه اللي بين الاتنين عمود امامي، بشتغل هنا كده عمود امامي، واسيب الغرزه اللي هي مكانه هنا اهي، الغرزه اللي بعدها بشتغل عمود بلف، وهكذا. احنا اشتغلنا السطر ده، فانا بس عشان الموضوع يبقى سهل عليكي بس ان شاء الله يعني، فايه اهو عمود بلفه هنا عمود بلف، سوري عمود امامي عمود بلف، هنا عمود امامي، ارتفع بالخيط كده، هسيب الغرزه دي، الغرزه اللي بعدها هنا عمود بلف بالشكل ده. شايفه الجوانب مظبوطه ازاي؟ طيب اكمل السطر دوت، نكمل مع بعض السطر دوت. عملت عمود بلفة، اللي بعديه هنا هيبقى عمود أمامي، شايفة ازاي اهو، وهنهي السطر بعمود بلفة فوق آخر غرزة حشو اهو. نشوف بقى الشغل بتاعنا بقى ازاي. غرزة جميلة جدا جدا وبسيطة وسهلة، وكمان السكارف بيطلع معاكي بسهولة وياخدش وقت خالص. وزي ما انت شايفة البداية، شايفة مرنة جدا جدا. الموضوع ده مهم جدا، اللي الحقيقة بتسألوني فيه كتير. وبعدين الشكل من هنا هيبقى زي شكل نهاية ايه السكارف. يبقى أول حاجة هتعمليها إن انت تهتمي بالبداية إنها تكون بالطريقة اللي أنا شرحتها لك، تريحي إيدك جدا وانت بتشتغلي، خاصة لو خيط تخين أو على فتلتين زي ما أنا شغالة كده. تهتمي دايما بالغرز، ما تنسيش غرزه من بدايه الشغل او من نهايته، عشان العدد دايما يكون متظبط معاكي. وزي ما قلت لك الغرزه سهله جدا، هي السطرين اتنين وبيتكرروا معاكي، بس مره بتبداي بالعمود الامامي ومره بتبداي بالعمود بلفه. ودايما السطر الزوجي او اللي هو بيبقى على ظهر الشغل كده بيبقى سطر من غرز الحشو. هشتغل بقى انا كده لغايه طول السكارف المناسب بالنسبه لي، وانت كمان هتشتغلي طول السكارف المناسب بالنسبه لك، ونرجع عشان نشوف اخر سطر هنشتغله ازاي عشان يديني نفس الشكل دوت نوعا ما يعني، وكمان نشوف ان شاء الله الشباشيب هنعملها ازاي. انا اشتغلت هنا حوالي متر ونص زي ما احنا شايفين كده، هي غوزه شكلها جميل جدا ومميز، اتمنى ان شاء الله انها تعجبكم الشكل ده كده. والاطراف زي ما احنا شايفين متساويه جدا، لان دايما برتفع 2 سلسله بدل 3 سلسله، فهتلاقي الاطراف دايما متساويه معاكي وظريفه جدا جدا. تمام. طيب في نهايه الشغل بقى عايزين نشوف هننهي الشغل بتاعنا ازاي. اخر سطر انا اشتغلته والطول المناسب كده خلاص وصلت له، فبني السكارف عندي عند السطر اللي هو ايه عمود امامي عمود بلفه، تمام، او عمود بلفه عمود امامي زي ما هيقف عندك السطر يعني. المهم يعني ان انت مش هتشتغلي سطر غرز الحشو اللي انت هتشتغليه في الاخر، هبدأ هنهي الشغل بتاعي على الوش هنا. تمام. فده اخر سطر كده بالنسبة لي، فخلاص اخر غرزة انا عملتها اهي. بعمل بعدها سلسلة واقص الخيط واسحب الخيط كده، ونهيت الشغل بتاعي. بس عشان الشكل ده كده يكون نوعا ما متناسق مع بداية السكارف هنا، فهعمل ايه، خلي بالك معايا، هاجي برضو على وجه الشغل كده واجيب الخيط بتاعي اضمه مرة تانية هنا. انا عندي هنا 2 سلسلة اهم، تمام، ادي السلسلة الاولى، هنا الضمه في السلسلة التانية من سلاسل الارتفاع، اسحب الخيط ده كده تمام، وهاخد الجزء ده معايا تحت الشغل عشان اثبته، وهبتدي ارتفع 2 سلسلة، 1 2، وهشتغل ايه، هشتغل فوق العمود الامامي عمود امامي، وفوق العمود بلفة عمود بلفة. تمام، خلي بالك معايا عشان بس الشكل يكون نوعا ما متناسق. الحقيقه دي طريقه لقيتها ادتني اقرب شكل لبدايه السكارف. انا ارتفعت 2 سلسله وهاخد الخيط ده معايا كده، هقابلني دلوقتي عمود امامي اهو، هشتغل فوقيه عمود امامي، وبعدين هيقابلني بعد كده عمود بلفه، هشتغل فوقيه عمود بلفه، هنا عمود سوري هنا عمود امامي، هشتغل فوقيه عمود امامي، هنا عمود بلفة، هشتغل فوقيه عمود بلفة، بعدين عندي عمود أمامي، هشتغل فوقيه عمود أمامي، وهكذا. هنا عمود بلفة، هشتغل فوقيه عمود بلفة، يبقى فوق العمود الأمامي بشتغل عمود أمامي، وفوق العمود بلفة بشتغل عمود بلفة، وهكمل السطر كله بالشكل ده. هنا عمود أمامي، ممكن بداية نهاية الخيط ده اخده معايا كده،
وانا شغالة تحت الشغل من الناحية دي. هنا عمود بلفة عمود امامي عمود بلفة عمود امامي وهنا عمود بلفة وهنا عمود امامي، وطبعا ما انساش اخر عمود اشتغل فيه فوقيه عمود هنا. وبعدين هعمل سلسلة واقص الخيط، اسيب بس مسافة كده عشان اعرف اثبته كويس، اسحبه لفوق كده بقى الشكل عندي نهاية السكارف بالشكل ده. هتلاقيها نوعا ما يعني شايفة هنا البداية اهي، ادي بداية السكارف اهي ودي النهاية، هتلاقيهم نوعا ما الشكل يعني متناسق نوعا ما. هي زي ما قلت لك دي اقرب طريقة، حسيت ان الشكلين كده متناسقين بداية ونهاية السكارف. تمام. طيب فاضل لنا كده بقى ننضف الخيوط ديت بقربة التنظيف، هنشوف ازاي، وكمان نركب الشباشيب ان شاء الله. خيط البداية انا لضمته اهوت، وهنا من خلف الشغل ابتدي ادخل الخيط ده كده بين الغاز على قد ما تقدري، ثبتيه كويس جدا عشان ما يفكش. شايفة ازاي من خلف الشغل كده بين الغاز كده، على قد ما تقدري، والزيادة طبعا هتقصيها كده. الخيط اختفى وكمان اتثبت كويس، مش هيفك خالص بإذن الله. بالنسبة للشباشيب انا عملت الجزء الاول او الناحية الاولى اهي بالشكل ده، يعني عايزة الخيوط تبقى كتيرة مفيش مشكلة، اقل من كده مفيش مشكلة، براحتك خالص. كل اللي نحتاجه ان احنا بس عايزين كرتونة زي كده على اساس نلف عليها الخيط عشان يبقى كله طول واحد، حسب الطول طول الشباشيب اللي انت محتاجاه. فهنا انا همسك كده الخيط كده وابتدي الفه كده على الكرتونة من غير ما ايه، من غير ما اشد ولا حاجة كده. يعني عدد معين كده، وممكن تكملي لو ما قضاش بالشكل ده كده. تمام. طيب هاجي من الناحية ديت هقص الخيط كده، واقص كمان من النص كده، الخيوط كلها هقصها كده من النص وافردها كده بشكل متساوي هنا كده مثلا. تمام. وابدا اركب الشاشيب، هنشوف كده هنركبها ازاي. ده دي الناحيه التانية من السكارف. همسك انا هاخد اربعه، يعني اتنين هنا اربعه اهم، اربع خيوط. تمام. اسحبهم كده بس ايه، امسك الجزء ده كده عشان ما يت يعني ما يتشدوش ويبقوا يفضلوا منتظمين كده. همسك الاربع خيوط دي كده واقسمها بالنص بالظبط. تمام. هنا هاجي هنا بين اول فراغ بين العمود الاول والعمود الثاني، هدخل الابره بتاعتي كده واسحب الخيوط دي لفوق كده واتاكد ان هما الاربع خيوط معايا، شايفه ازاي. وبعدين اجي ادخل بقى تاني هنا كده الخيوط دي فيهم كده واشدها ايه بشويش بالشكل ده. تمام. طيب نعمل تاني برضو، اخد اربع خيوط هنا هقسمهم بالنص بالظبط. تمام. بعد كده الفراغ اللي بين العمود التاني والتالت اهو، هسحب الخيوط دي لفوق كده وبعدين ادخل الجزء ده كده هنا واشدها كده. حاول اقربها لك. بالشكل ده. تمام. نكمل هنا تلاتة أربعة أقسمهم بالنص كده، أجي هنا في الفراغ هنا بين العمود اللي بعديه هنا أسحب الخيوط دي كده، شايفة ازاي. وبعدين
ادخل الخيط منها كده من الحلقه اللي احنا كونناها دي، واشد شده بسيطه كده عشان يتظبطوا مع بعض، وكل فراغ هشتغل فيه بالشكل ده، هعمل الشاشيب بالشكل ده. طبعا زي ما قلت لك سمكها او الكثافه بتاعتها ده يرجع لك، يعني عايزاها اخف من كده مفيش مشكله، عايزاها بس متهيألي كده يعني الكثافه بتاعتها مناسبه جدا، لكن لو عايزاها اقل مفيش مشكله. هنا الفراغ اللي بعديها اهو في حلقه اهي، هدخل من خلالها الخيوط دي كده واشدها كده، تمام. هكمل بقى بقية الشاشيب كلها في الجانب دوت، ونرجع برضه نسويها سوا ان شاء الله، تمام كده. وبعد ما ظبطنا الشاشيب ممكن بقى بكل بساطة تحاولي تسويها كده، لان طبعا الاطراف هتكون ممكن مش متساوية قوي، فبالمقص كده تبتدي ايه تسويها. بالشكل ده كده بقى شكلها منسق وجميل جدا جدا، تمام. وكده خلصت الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى من ربنا يكون السكارف عجبتكم والغوزه تكون عجبتكم ان شاء الله. زي ما قلت لك عايزاها تكون بارزه وشكلها جميل كده، استخدمي خيط سميك او على فتلتين زي ما انا اشتغلت معاكم النهارده الفيديو. شكرا، ونتقابل باذن الله على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.